مساء الخير متابعينا متابعين قناة انتي ناجحة، اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. حواراتنا دايما فريدة من نوعها ومتنوعة، حاجة بتحصل في كل البيوت ودرجة وشائعة ومشكلة بالنسبة لناس كتير، هي مشكلة الغيرة ما بين الاطفال. في الحقيقة الغيرة دي غريزة، يعني موجودة في الاطفال، موجودة في الناس الكبار، موجودة في الاشخاص النورمال خالص. دي ظاهرة أو غريزة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في البشر، ولكن هي بتختلف نسبها وبتختلف إمكانياتها وكيفية التحكم في شخصية الإنسان من حتة الغيرة ما بين الناس وبعضها. يعني إيه؟ يعني في ناس بتاخد الغيرة دي بجانب إيجابي جدا، وفي ناس بتعيش بيها ما فيهاش مشكلة، مش مأثرة على نفسيتها بضغينة أو بتحولها لحقد أو حسد، هنا بتكونش لها أثر سيء أو أثر صعب على النفس البشرية أو نفس الإنسان اللي معانا. ولكن هي ما بين الأطفال بتعمل إيه؟ طيب نتكلم عن الغيرة. هي مذكورة في القرآن في قصة سيدنا يوسف لما إخواته غاروا منه وكمان رموه في الجب. فإذا هي موجودة، يبقى احنا هنتعامل مع الأمر ده على إنه موجود وقائم وظاهرة صحية وعادية جدا، ما نقلقش منها خالص. لكن هي هنا بتختلف دايما لما يكون عندك طفل أو طفلين. الطفلين دايما بيبصوا لبعض. طيب لو أنا عندي بنتين وعندي ولد، نفس القصة، تيجي تلاقي البنت تقول لك ايه، انت بتجيبي لاخويا اكتر مني، انت بتحبي اخويا اكتر مني، انت اخويا كل ما يطلب حاجه بتعمليها له. طيب يجي الولد يقول لك ايه، انت مهتمه باختي، بتجيبي لها الفساتين وبتجيبي لها الحاجات اللي هي عايزاها. طيب انتوا تتعاملوا مع الامر ده ازاي؟ وهل انا ابني طبيعي او بنتي طبيعيه والغيره عندها عاديه، ولا فيها مشكله محتاجه ان انا اخد بالي منها؟ في الحقيقة هي موجودة ما بين كل الأطفال، والموازنة بتاعتها تكاد تكون متساوية، هي بتزيد وتقل طبيعة لتصرفات الأم أو الأب. يعني لو الأم دايما حابة الطفل زيادة شوية، ممكن يكون الطفل ده مثلا ضعيف البنية، شخصيته هادية أو ضعيف، فهي خايفة عليه، ممكن يكون حنين عليها بيتكلم معاها دايما، ممكن يكون عنده مرض مزمن. يعني مثلا بيبقى في أطفال مثلا لا قدر الله عندهم سكر، عندهم روماتويد، عندهم روماتيزم، عندهم بعض الامراض، فتلاقي الام مثلا مهتمه بالطفل ده اكتر، تلاقي مثلا الاب مهتم بيه، بيجيب له الحاجات اللي هو بيحبها لانه خايف عليه، او عنده توحد او واتيفر المرض اللي عنده. فهنا بتبقى الموضوع بالنسبه للاخوات مش بيهتموا هم بحته ان انا اخويا مريض او ان انا اخويا عنده مشكله ما. يبقى اذا هنا دورك ان انت تاخدي بالك دايما في البالانس او الميزان اللي انت هتعمليه ما بين الاطفال وبعضها. يعني دايما لو انت هتجيب الطفل هنا، لو في طفل فيه مشكله ما صحيه واخوه سليم، لازم جدا تتعاملي مع الاخ السليم ده وتفهميه ان الاخ ده عنده مشكله، فاحنا بنبقى طيبين معاه وحنينين عليه ونجيب له. ولو هتدي ده بوسة، ادي للتاني بوسة. لو انت هتجيبي ده لعبة، هاتي للتاني لعبة. حتى لو ده مريض شوية او انت عايزة تحني عليه او تجيبي له حاجة وتكوني حنينة معاه، لا برضو خدي بالك جدا من النقطة دي، لان الاطفال مش بتتفهم مشكلة اخواتها. مهما كانت مشكلة الاخ الاخر او مشكلة الاخت التانية، هو كل شخص بيبقى شايف نفسه في المرر بتاعته بس، ان هي مش مهتمية بيا، ان بابا مش مهتم بيا، ان ماما دايما تجيب لاخويا ده وبتحبه على الرغم انه مش سليم، وانا اللي كويس على الرغم انه مش شاطر في المدرسة وانا اللي شاطر. فعقلية الاطفال في السن ده لغاية مرحلة البلوغ مش بيتفهموا اطلاقا هذه المشكلة. فاحنا لازم نتعامل مع الامر بطريقة حكيمة جدا. ليه؟ لان انت لو سبت الغيرة دي تكبر جوه طفلك وجوه نفسيته، ولما يكبر بعد كده هي بتكبر جواه، بس انت مش بتبقي شايفة او مش بتبقي عارفة ده. تيجي تبص تلاقيهم في فترة ما بدأ يبقى في ما بينهم عنف، بدأ يبقى في ما بينهم تطاول لفظي في الكلام، ان هو يشتم اخوه او ان هو يعاير اخوه او ان هو ينتقد اخوه. دي نتيجة للكبت الداخلي من المشاعر المخزونة داخله. فتاخدي بالك، والاب ياخد باله كويس جدا من النقطة دي، لان الحاجات دي بيكون لها اثر ومردود بعد كده سيء جدا في التصرفات ما بينهم وما بين بعض، وبيولد نوع من انواع الطمع، زي ما شفنا في قصة سيدنا يوسف بالظبط، ان هما كانوا عايزين حب سيء حب ابوهم ليهم، وكانوا دايما بيحقدوا على سيدنا يوسف وبيغيروا منه.
فده ظاهرة هتكبر معاهم. وما تسيبيش انت البذرة، انت اللي بتحطي البذرة دي، لو انت حطيتيها بطريقة غلط هي هتكبر وتتشعب جوه نفسية الطفل، وصدقيني هتكون مشكلة بعد كده كبيرة جدا، وهتقعدي تندمي وتعاني وتبقي مش عارفة المشكلة دي حصلت نتيجة ايه او ايه السبب فيها. فانا بقولك خدي بالك، ودايما احتوي اطفالك وحبيهم بالعدل، هتبوسي بوسي ده، هتجيبي جيبي ده، لو في بنات، لو في دايما اخ اكبر ممكن تديله بس نوع من انواع التكبير، يعني اخوك الكبير قال اسمع كلام اخوك الكبير، لان انا بعد ما يجرى لي حاجة اخوك ده اللي هيتحمل مسؤولياتكم. اختك الكبيرة قالت اسمعي كلام اختك الكبيرة علشان هي عاقلة وانا مفهماها. حاولوا ان انتوا تقربوا ما بينهم المسافات ما بين الاطفال وبعضها، وفي المراحل اللي هي مراحل المراهقة حاولوا دايما تقعدوا مع بعض وتتكلموا كتير، وتخلوا الولاد هم يتناقشوا في المواضيع ما بينهم، وتشوفوا تصرفاتهم ورد فعلهم ايه. هو إيه؟ بينتقد اخوه، بينفعل على اخوه، هنا هتبدأي تقري اذا كان هو بيغير من اخوه او من اخته في بعض التصرفات. عايزه اقول لك كمان اهتمي قوي بكل تفاصيل كل طفل عندك وهو صغير ولغايه مرحله المراهقه، لان هو ده التكوين النفسي للطفل. يعني لو انت اهملتي حاجات كتير في مرحله الطفوله هو بيبقى كبر ومشاعره منزعجه نتيجه احساسه الداخلي بالتقصير، ان انت ما كنتيش بتبوسيني، ما كنتيش بتحضنيني، ما كنتيش بتجيبي لي الحاجات اللي انا عايزها، ما كنتيش دايما بتجيبي لي الالعاب، وكنت دايما تقولي لي لا، لما نروح المحل واشبط في الشوكولاته تقولي لي لا مش هجيبها لانها غاليه. خدي بالك جدا، راعي المرحله العمريه من سن 3 سنين لغايه 15 سنه، هي دي الباك جراوند بتاع الولاد، وهي دي ذاكرتهم والميموري اللي بيبقى في ذهنهم متحصل على كل الذاكرات بتاعتهم، سواء ايجابيه او سلبيه او حاجات حلوه او حاجات سيئه، وبيبقى بعد كده الصوره اللي انت بتشوفيها من انفعالات او مشاعر او ردود افعال. يعني تفاجئ الام مثلا في مرحله معينه ان الولد ممكن يقولها لا انت بتحبي فلان اكتر، او انت بتحبي اخويا اكتر مني، تتصدم جدا، طب ازاي انا ما حاولتش؟ لا بس كان ليكي تصرفات ما خدتيش بالك منها أدت لأن الطفل أرى ده. وراعي كويس جدا نقطة، إن الطفل من أذكى المخلوقات في المرحلة العمرية الصغيرة، يعني من سن 4 سنين ل10 سنين ذكي جدا ولماح، وعنده حصالة حاطط فيها كل تصرفاتك معاه. لو تصرفاتك دي بتقلقه وبتزعجه وبيغير منك في حاجات، هتفضل تكبر تكبر تكبر، وانت هتتصدمي من اللي انت شفتيه. فراعي جدا السن الصغير ده، اديله حنان كتير، اديله حضن كتير، اديله بوسه كتير، هو واخواته بالعدل دايما. هتدي لحد على السفره اكل، ادي للتاني اكل، هتدي لحد لحمه، ادي للتاني حته لحمه زي اخوه. ايدك طلعت هنا تطلع هنا في نفس اللحظه، هي دي الحاجه اللي انت من خلالها هتقدري تسيطري وتقضي على نقطه الغيره دي دايما، ودايما تحببيهم في بعض، ودايما وانتوا خارجين تعالوا نجيب هديه لاخونا ده، تعالوا نختار لاخونا التاني حاجه ونجيبها له. دايما تقولي لهم وهم صغيرين اخوك اللي جاب لك ده، اختك اللي جابت لك دي. وحاولي دايما ما تذكريش عيوبهم قدام بعض تماما، يعني مثلا لو ولد بيعيط كتير ما تقوليش قدام اخوه اصله بيعيط كتير وانا مش بحب الزن الكتير. لو البنت مثلا من النوع اللي هي بتنزعج وبتقفل على نفسها الاوضه وتنفعل، اعملي نفسك مش شايفه وما تنفذلهاش كل طلباتها، لان اخواتها هيبداوا يقروا تصرفاتها معاكي ويبداوا يعملوا زيها في بعض التصرفات، ان هم يفرضوا شخصيتهم عليكي في الوقت ده. فراعي ذكاء الاطفال كويس جدا، وراعي كمان نقطه ان انت تجيبي لهم الالعاب اللي تنمي مهاراتهم وتنمي ذكائهم. وحاولوا يا جماعه تغرزوا موضوع القراءه والقصص اللي عن الغيره، يعني نحكي بعض القصص اللي هي فيها اخ حب اخوه، فيها اخ جاب لاخوه هديه فالاخ ده مفيش احسن منه، ونقول لهم الايه القرانيه اللي بتحس على حب الاخوات، ونبدا نقول لهم الامثله والاقوال الشعبيه اللذيذه اللي هم يبداوا يلقطوها مننا، فتبدا تعزز ايقونه حب الاخوات ما بينهم وما بين بعض. في نقطة مهمة جدا الناس كلها برضو ما بتنتبهش ليها، ممكن يكون حد عندك عنده مشكلة دراسية
فانت تبداي تهملي حته المشكله الدراسيه وتهملي الولد وتركزي مع الشاطر. ممكن تدخلي كمان الشاطر جامعه خاصه وتهتمي بيه قوي، وتقولي ما هو اصله شاطر واخوه مش كده، فانا اضطريت اصرف على ده ولا اهتم ده. اكبر مشكله تعمليها واكبر مشكله بتدمر الاخ التاني حتى لو كان فاشل دراسيا. دي مشكله خطيره. حاولي مع الفاشل، مفيش حاجه اسمها فاشل، في حاجه اسمها قدرات ذهنيه اقل، في حاجه اسمها نسبه ذكاء اقل منها شويه، في حد عنده مهارات في التحصيل الدراسي، في حد عنده مهارات في المهارات اللي هي فيها هندسه او تكنولوجي اكتر، فانت شوفي مهاراته وما تتكلميش على حد من اولادك اطلاقا ان هو فاشل او ان هو خايب. وزي ما قلت لك وزي ما بنبه عليكي انت وباباك، ما تحاوليش تقولي دايما على اخ عيب لاخ تاني فيه، يعني ما تقوليش ان ده فاشل دراسيا وتقعدي تتكلمي في النقطة دي كتير، انت بتعززي الفشل جواه فهو بيبدأ يشوف ان هو مش هيقدر ينجح دراسيا. عززي دايما مهاراتهم وثقتهم بنفسهم، عززي دايما حبهم لبعض، اقعدي معاهم دايما كلكم كأسرة واتكلموا دايما عن ازاي الحب لازم يكون موجود ما بين الاخوات، وان احنا هنروح والاخوات هم اللي باقيين لبعض. بالحاجات الستبس اللي انا بقولك عليها دي هتقدري تقضي على نقطة الغيرة ما بين الاخوات خالص، وتعاملي مع الامر على انه ظاهرة صحية وموجودة في كل الناس، ولكن ازاي اتعامل مع المشكلة بمقدار ونسبة. ودايما كوني حذرة من اظهار مشاعر متدفقة لبعض الاولاد وارغام المشاعر وكبتها من ناحية الاولاد التانيين حتى لو كانت تصرفاتهم سيئة. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا، وأتمنى تكون حلقاتنا لمتابعينا دايما مفيدة، وإن شاء الله لنا حلقات تانية كتير في الغيرة ما بين الأطفال والأولاد، وهنجيب مشاكل ونماذج كتير. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وهتوحشوني جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.